صباح الخير او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي شفنا فيه. النهارده جبناكم فيديو جديد اقرب شقه مرميه خراطيم، وهنشوفها دلوقتي ازاي. الفيديو صغير جدا وهنشوف ازاي نحل المشكله ديت. اول حاجه هنبدا نعمل السوسته بتاعتنا ديت، نبعتها كده في السوسين. المفروض الخرطوم ده يروح عندنا مع فتحه الباب، لكن بالعكس هو جاي لنا في مكان بعيد عنا كله. السوسته تبعت لنا من جنب الحيطه في الشكل ده. عندنا الخراطيم ديت خرطوم مربوط الناحية التانية اللي هي الناحية دي، وخرطوم مربوط اللي هي عند الناحية اللي عند الباب. هنشوف دلوقتي كده عندنا السقف بالشكل ده. السقف الطول بتاعه كده مش بالشكل ده، كده ده كده العرض، ده كده الطول. المفروض يبقى مرمي اكتر من لمبة، لكن هو موجود عندنا لمبة واحدة. والسوستة كمان مبعوتة غلط، يعني دي السوستة بتاعتنا اهي ومبعوتة في خرطوم على الجنب. دي السوستة اهي، لو سحبتها تتسحب من هنا. الخرطوم ده عندنا خرطوم رايح على الجنب اللي هو ده، اللي هو ده اللي احنا شايفينه قدامنا. وعندنا الخرطوم التاني جاي على جنب الباب، والمسافة اللي عندنا هنا صغيرة اللي هي بالشكل ده كده، مش ينفع، مش هتكفي العلبة بتاعتنا، لان هنا فيه معانا برور، فاحنا هنضطر طبعا هنعمل العلب بتاعتنا في العمود. عندنا بقى الخراطيم ديت، عندنا خرطوم جاي من عند الخراطيم اللي هي زي ديت زي ما قلنا، وخرطوم تاني رايح عند الأوضة اللي جنبها. بدل ما الخرطوم يطلع على اللوحة، لا، الخرطوم رايح على الأوضة اللي جنبها. والخرطوم التاني اللي هو ده، الخرطوم جاي من هنا رايح على الخراطيم اللي هنا. أغرب شقة مرمية خراطيم فعلا. خليكم معانا وكملوا، وإن شاء الله هنشوف الشقة ديت وبتعمل الكهرباء، وإزاي نسحبها السلك، وإزاي نعدل الحاجات دي كلها في فيديو تاني هتبقى موجود برضه على القناة. طبعا احنا لسه شغالين دلوقتي في الشقه، لسه هنشتغل فيها لا بتركيب، هنكون معاكم واحده واحده. تكون الفيديوهات بتاعتنا موجوده على القناه، واتمنى طبعا تدعمونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولو في اي استفسار عنك ممكن تسيبونا في التعليقات، او ممكن تتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك وهتكون موجوده في الوصف تحت. سلام.